It's Lumsa playtime. Lumsa. مرحباً أنا جوري وأنا آدم. أهلاً بكم. استمتعوا معنا. مرحباً أنا يوسف. أنا بحب ألعب لمسة. أنا أعطيكم جيم اسمها ساعد تصعد وهي كتير حلوة هالجيم. أنا بحبها فأنا حورجيكم إياها. ساعد تصعد. ماما تشعر بالتعب من أعمال المنزل، كيف يمكننا مساعدتها؟ كيف بدنا نساعدها؟ بهاي ولا هاي؟ صحيح هاي الإيد عشان أسهل إشي عشان نرتب كل الأوضة. لازم نرجع كل إشي من الأرض. نظفنا. جيد. أصبح المنزل نظيفا وأصبحت ماما سعيدة. صحيح. يبدو أن لعبة أحمد قد تكسرت. هل تعتقد أننا نستطيع مساعدته؟ لعبة أحمد انكسرت، فكيف بدنا نعملها؟ هاي بدنا هاي هلا بدنا نحط البطارية جواها. رائع. يلا خلصنا. هاي البارت. لقد عاد جديدا كما كان من قبل. ود حزينة. يبدو أنها أضاعت قطتها في المدينة. ود المساعدة بالبحث عنها باستخدام الخريطة. وداد قطتها راحت في المدينة عشان راحت ضاعت فعندها هاي ولقيتها بسرعة. ايش بنعمل بهاي؟ هيها اجت. بشار ما عنده أصدقاء. حتى يتغلب على شعوره بالانزعاج. كيف حنجيب بشار أصدقائه؟ واحد منهم واحد. وهي إجهم. عشان إجوا هلا. اليوم هو عيد ميلاد فاطمة. عيد ميلاد فاطمة. لازم نذكر كل واحد عشان ييجوا عند فاطمة. أحسنت. إجوا. لقد خطط الجميع لمفاجأة فاطمة. خلصنا. كيف بساعد أصدقائي في المدرسة إذا واحدة وقعت على الأرض وصار لها واو؟ كيف نحل هاي المشكلة؟ بنقول للمس مثلا إذا ماما ما في إشي تقيل وما بتقدر تجيبه عفوق وأنا أقوى منها، أنا بقدر أنا بساعدها بإيدي عشان أجيبها فوق. أو إذا بابا زعلان أنا بعطيه بوسة وهج وبعدين بصير مبسوط أو بكون زعلان. أحلى إشي نساعد بعض. يلا باي باي.